طبعا بعد المناشدات الطويله والرسائل والخبره والمسؤولين اخواننا من القضاء خبره والامينه واي، طبعا تمت اليوم موافقه على الرصيف الجديد اللي سوته الامينه انه على طريق السياحي. الرصيف طبعا حديث، الرصيف احدث رصيف شافته بالصين. هذا الرصيف تشوفونه، طبعا هذا الرصيف الجزره الوسطيه الجديده مال شارع السياحي. طبعا هاي الجزره الوسطيه الجديده، طبعا حديث، هاي احدث شيء بالصين. طبعا هاي بعد الزياره، بعد الزياره شافوا احدث شارع بالصين، جابوا لنا هذا احدث شارع بالصين. طبعا هذا التشجير، تشجير حلو. وهذا الرصيف الجديد شوفوه، الرصيف هاي الجزره الوسطيه الجديده لشارع السياحي بعد المناشده وبعد اخواننا المسؤولين تعبوا وخطيه وراحوا لها مرتين ثلاثه، كتابنا وكتابكم. هاي الموافقه بالجزره الوسطيه مال السياحي، هاي الجزره الوسطيه. بارك الله بالحجيه الامينه وبارك الله بهم. طبعا بعد ما راحت ارواح يا برواح حصلنا على هاي الموافقه. شوفوا شلون جزره، جزره معدله، شوفوها جزره حلوه، والسير ماشي والحمد لله والشكر.